بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم على مرض جديد من الأمراض المشتركة اللي بتنقل منها أو بتنتقل من الحيوان إلى الإنسان. والنهاردة هنتكلم على خدش القطة. انت دلوقتي اما قطة تخربشك اما قطة تخربشك الخربشة بتاع القطة دي انت ممكن تاخدها بشكل عادي، الا ما هي في الحقيقة ليست عادية. والمرض بتاع النهاردة ده ان شاء الله بإذن الله هنعمله على كذا جزء لأن كبير جدا. مرض خدش القطة بيسبب كذا مرض، ومرض كبير جدا. فالنهارده هنعرف المرض، وهنقول بعض الأمراض اللي بينقلها خدش القطة، والأخطر من خدش القطة. هنقول برضو يعني الكلام هياخدنا في القبيل الأمراض بتنتقل من حاجات بتتطفل على القطط فيقوم المرض ينتقل للإنسان. تمام يا جماعة؟ تمام. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. مرض خدش القطة بيسبب نوع المرض اسمه الريكست الريكستيا الريكست أو إيه؟ الريكتسيا الريكتسيا، ويسمى بيه بارتونيلا هينيسيلي. دي كانت معروفة في القديم ب كليمة هينيسيلي كليمة هينيسيلي. المرض ده منتشر في جميع بلاد العالم، وأول دراسة كانت عليه كانت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة اللي هي إنجلترا. تمام. المرض ده بيسبب كثيرا من الأمراض، بيسبب كثيرا من الأمراض اللي هي أمراض اللي إيه؟ البارتونيلا. برضو في مرض اسمه حمى الخندق، يعني بيسبب يعني لما بيتنقل للإنسان بيسبب كذا مرض. ده أما يتنقل للإنسان بيسبب كذا مرض لما ينقل إلى الإنسان، عندما ينتقل إلى الإنسان. سبب الأول مرض اسمه حمى الخندق، تاني مرض اسمه بارتونيلا كوينتا بارتونيلا كوينتا. وأرجو من أخي المخرج الكريم، هو إن شاء الله بقوله برضه، يكتب الأسامي اللي أنا قلتها دي كلها يكتبها لكم على الشاشة، عشان اللي عايز يراجع ورانا ويبحث على الإنترنت كل حاجة موجودة يبحث. إحنا بنفتح عينكم على مواقع أو بنحط إيدكم على الوجع، عشان اللي مربي قطط يحذر ثم يحذر ثم يحذر. وفي كل فيديو بنقولها يا جماعه القطه مفيش منها منفعه، ايه وجه الاستفاده يعني؟ والله العظيم يعني بالعقل ناخدها بالمنطق، انت بتستفيد ايه لما تربي قطه او قطه؟ ايه وجه الاستفاده؟ بيعمل لك ايه؟ طب ما تربي ارنب. يعني في كل مره بقولها اللي عايز يربي قطط ما يربي ارنب، ما الارنب نفس القطه، بل بالعكس الأرنب حيوان نظيف جدا جدا جدا، وبينظف نفسه كل يوم في النهار كذا مرة. ممكن تربي أرنب شانشيلا، تربي أرنب أسباني، بلاش الجبلاوي وبلاش الأنواع البلدية لأنها بتخربش، ويعني ميالة للحياة البرية شوية. فممكن بديل القطط تربي أرنب. ونرجع تاني لأمراضنا. البارتونيلا تاني مرة بيتنقل، قلنا البارتونيلا كوينتا ده منتشر عالميا. تمام. البارتونيلا كوينتا غير ان بينتقل من خدش القطة، ممكن بينتقل بطريق مباشر برضو عن القطة، بطريق غير مباشر من القطة برضو. ازاي؟ القطط يا جماعة من اكتر الحيوانات المعرضة انها تتصاب بالامل والبراغيث. فرو القطط والكلاب معرضين
بل وأكثر عرضة، بل وأصلا بيتصابوا يعني من الحيوانات المتطفلة عليهم، من الحشرات المتطفلة عليهم قصدي، الأمل والبراغيث. الأمل والبراغيث، والأمل والبراغيث بيحملوا معظم الأمراض اللي تخطر على بالك، واللي هتخطر على بالك مش تخطر على بالك بيحملوها. فمن ضمن الأمراض اللي بينقلها البراغيث والأمل من القطط للإنسان، يعني البرغوت بيسيب القطة ويجي على الإنسان، تمام؟ البرغوت بيسيب القطة ويجي على الإنسان، يوم يصاب الإنسان بإيه؟ بالمرض البارتونيلا كوينت، تمام. وبرضه هكذا الجرذان، الفيران القطط طبعا بتعبس مع الفيران دايما، وحاسة القطط البرية تعبس مع الفيران، الفيران حاملة للمرض ده، الكوينتا البارتونيلا كوينتا، تمام يا جماعة؟ تمام، وهنكتفي بكده لحد النهاردة، وإن شاء الله بكرة نقول لكم المرض بينتقل إزاي للإنسان، ونقول لكم الوقاية، ونقول العلاج، تمام؟ فهنكتفي بهذا القدر، انتظرونا في الجزء الثاني، ولا أقول وداعا بل نقول نلتقي غدا بإذن الله. إن شاء الله احنا هنظبط نفسنا كل يوم بإذن الله نعمل حلقة، عشان ما نزودش في الوقت، لأن احنا لو كنا اتكلمنا عن المرض في حلقة واحدة هناخد أكتر من نص ساعة، تمام يا جماعة؟ تمام. اللي عنده أي سؤال أو في أي استفسار معين نسيبه، وإن شاء الله هرد عليه في التعليقات. أشكركم أشكركم أشكركم.